يحتاج الإنسان في هذه الحياة إلى معرفة قواعد وأصول وسنن هذه الحياة، أو ما يصطلح عليه البعض بفقه الحياة. هناك فقه الأحكام وهناك فقه الحياة، وإن كان فقه الأحكام أيضا يساهم في فقه الحياة. مقصود بفقه الحياة معرفة حقيقة هذه الحياة، الأصول الحاكمة عليها، القواعد، السنن الحاكمة على هذه الحياة. مثل هذا النوع من المعرفة يعين الإنسان كثيرا في ساحة العبودية لله عز وجل. بل أستطيع القول لا يمكن أن يكون هذا الإنسان في مقام العبودية الحق لله عز وجل بصورة صحيحة إلا إذا امتلك مثل هذا الوعي والإدراك لهذه الحياة. فقه الحياة مهم جدا، ولهذا تجدون القرآن الكريم على المساحة الأكبر في القرآن الكريم خصصت لتعريف هذا الإنسان بحقيقة هذه الحياة وقواعدها وأصولها. آيات الأحكام كما يقول العلماء 500 آية على قول المشهور. طبعا هناك أقوال أخرى، بعض يقول أقل من 500، 150، بعض يقول 350، بعض يقول أكثر من 500، 700 ونيف. هناك أقوال متعددة، لكن على قول المشهور 500 آية هي آيات الأحكام. آيات الأحكام المقصود بها الآيات التي يعتمدها الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية. وفقه الأحكام إذا أردنا أن نقف عليه نراجع الرسائل العملية للفقهاء. 500 آية وآيات القرآن الكريم 6200 ونيف. أيضا نختلف في عدد آيات القرآن، تقريبا 5 أقوال أو 6 أقوال وقفت عليها. 6200 ونيف آية. قد يقول القائل كيف يختلف العلماء في عدد آيات القرآن الكريم؟ الجواب واضح، الجواب واضح، لأن العلماء يختلفون في بعض الآيات أين تنتهي، أين تنتهي هذه الآيات، وبالتالي يؤدي هذا الاختلاف إلى الاختلاف في عدد آيات القرآن. على كل حال 6200 ونيف آية، إذا اقتطعنا منها 500 آية، 500 آية آيات الأحكام، زين البقية عن ماذا يتحدث؟ بقية الآيات إذا تأملتم سوف تجدون قسما منها يتحدث عن الآخرة، الحياة الآخرة، لكن القسم الأعظم يتحدث عن هذه الحياة وحقيقة هذه الحياة وسنن هذه الحياة وقواعد هذه الحياة وبأساليب متنوعة مختلفة. وفي هذا دلالة واضحة جدا على أهمية هذه المسألة. إذا امتلك الإنسان فقه الحياة حينئذ يستطيع أن يشق طريقه نحو الرشد والكمال سريعا. واحدة من صفات القاسم بن الحسن سلام الله عليه، هذا الغلام اليافي، واحدة من أبرز صفاته هذه الصفة، الوعي والبصيرة. فقه الحياة، غلام يافئ يسأله عمه الحسين: بني قاسم، كيف هو الموت عندك؟ كيف تجد الموت بني قاسم؟ قال: الموت معك يا عم أحلى من العسل. هذه الكلمة تدل بوضوح على امتلاك هذا الغلام
هذا النوع من المعرفة، هذا النوع من الفقه. إذن من المهم جدا أن يمتلك الإنسان وخصوصا الشاب، من المهم جدا أن يمتلك هذا النوع من الفقه. والقرآن وآيات والروايات الشريفة الواردة عن المعصومين عليهم السلام ركزت كثيرا واهتمت كثيرا بهذا النوع من الفقه. لاحظوا، افتحوا القرآن، يعني لا نحتاج إلى الإطالة في البيان. افتحوا القرآن على أي صفحة وتأملوا، سوف تستخرجون من كل صفحة من صفحات القرآن عشرات الحقائق المتعلقة بهذه الحياة. من الشواهد أسوق فقط بعض الشواهد، الآية التي صدرت بها الحديث: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذه حقيقة من الحقائق يتحدث عنها القرآن. آية أخرى، شواهد كثيرة جدا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. حقيقة، حقيقة مهمة جدا، إذا أدركها هذا الإنسان وطبقها في حياته فإنها تدرأ عنه الكثير من المشاكل. أنتم الفقراء، إنسان فقر محض، لا يتصور هذا الإنسان أنه يملك شيء، إنسان فقر محض، وجوده وجود ربطي تعلقي، والوجود الربطي التعلقي كما هو معلوم متوقف على الفيض. الآن هذا النور الذي ينبعث من المصباح، ما دام التيار متصل بالمصباح، التيار الكهربائي متصل بالمصباح، يعطيك هذا النور. لكن إذا انقطع التيار عن المصباح لو للحظة واحدة يتلاشى هذا. وجود الإنسان كذلك، الله جل وعلا يفيض عليه الوجود آنا بعد آن، وجوده وجود ربطي، وجود تعلقي. ولو قطع الله عز وجل فيضه عن هذا الإنسان لتلاشى، لهلك، لانتهى. قضية المباهلة شنو؟ المباهلة، وآية المباهلة معروفة عندكم: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. المباهلة الملاعنة، كتب اللغة، في كتب اللغة إذا راجعتم هذه الكتب تجدون أرباب اللغة يقولون المباهلة الملاعنة، يعني كل طرف يلعن الطرف الآخر. اللعن ما هي حقيقته؟ اللعن الدعاء بالطرد من رحمة الله عز وجل، إنما تلعن شخص فأنت تدعو عليه بالطرد من رحمة الله. والنتيجة، النتيجة هي أنت تدعو أن يقطع الله عز وجل فيضه عنه، وإذا قطع الله فيضه عن العبد انتهى العبد، هلك العبد. فبعض أرباب اللغة يقول المباهلة اللعن، صاحب المفردات يطرح معنى يبدو أنه أدق مما هو موجود في المجاميع اللغوية. يقول المباهلة من البهل، البهل يقول ترك الشيء غير مراعى وتخليته. من تترك الشيء غير مراعاة هذا هو البهل. ولهذا تقول العرب ناقة باهل، أي مخلات الضرع، يرضع منها فصيلها متى ما شاء. قالت العرب إذا ولدت الناقة تغطي ضرع الناقة حتى تحتفظ بالحليب، إذا تركت الناقة للوليد فصيل يشرب متى ما شاء منها، فهنا تقول العرب ناقة باهل، يعني مخلات الضرع متروك.
فشوف المباهلة عبارة عن شنو؟ أنت تدعو الله عز وجل أن يترك هذا الكاذب أو الطرف الكاذب يخليه ونفسه، وإذا خلي وتركه الله عز وجل انتهى. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، العبد فقير فكيف يؤمن احتياجاته؟ كيف يؤمن وجوده وهو مفتقر وهو فقير محتاج؟ هذه حقيقة من الحقائق التي ينطق بها القرآن الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أو لاحظوا مثلا الآيات التي وردت في القرآن الكريم صدرت: إنما الحياة الدنيا. واضح جدا الآية تريد أن تعرف لنا حقيقة حياة الدنيا. إذن هذه المسائل تعبر عن فقه الحياة. أيضا إذا راجعنا روايات أهل البيت سلام الله نجدها زاخرة بهذه المعرفة. أمير المؤمنين سلام الله عليه، سوف أكتفي فقط في هذا النص لضيق الوقت، أمير المؤمنين سلام الله عليه ومن أروع النصوص في نهج البلاغة الرسالة 31، وصية عبارة عن وصية من الإمام سلام الله عليه للحسن عليه السلام، والوصية وإن كانت في الظاهر للحسن ولكنها لنا نحن، الحسن في غنى سلام الله، كتبها الإمام عليه السلام بحاضرين، حاضرين منطقة بين صفين والكوفة. لما انتهى الإمام وأمير المؤمنين سلام الله عليه من صفين وعاد إلى الكوفة، وهو في طريقه إلى الكوفة نزل بهذه المنطقة، منطقة حاضرين، وكتب هذه الوصية. شريف الرضي أعلى الله مقامه ذكرها في كتاب نهج البلاغة في قسم الرسائل، الرسالة 31. بعض الأعلام يعنون هذه الرسالة بهذا العنوان: وصية أمير المؤمنين للشباب. وصية أمير المؤمنين للشباب. وإنصافا الوصية مو فقط للشباب وإنما لكل الناس كبار وصغار. لاحظوا ماذا يقول، وصية طويلة لكن سوف أقرأ مقطع أو مقطعين منها فقط. يقول سلام الله من الوالد الفان المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدنيا الساكن مساكن الموتى. لاحظوا هاي كلها مسائل تتعلق بماذا؟ تتعلق بمعرفة هذه الحياة وحقيقة هذه الحياة. من الوالد الفان المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدنيا الساكن مساكن الموتى والضاعن عنها غدا إلى المولود المؤمل ما لا يدرك السالك سبيل من قد هلك غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب. رمية يعني الهدف. وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات إلى آخر كلامه سلام الله. كلها حقائق تتعلق بهذه الحياة الدنيا. في مقطع منها أيضا سلام الله عليه يشير إلى وظيفة الأب. وظيفة الأب هي أن ينظر في الواقع، واقع هذه الحياة، ينظر أيضا في تاريخ هذا الإنسان ويتأمل ويستخلص من التاريخ من الواقع خلاصة هذه الحياة ويقدمها لولده أو ابنه. يقول: أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي ف
فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخره. فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة. شايفين النخالة ذات قيمة غذائية عالية جدا كما يقول التخصص. القمح لما يصفى القمح يطحن طبعا وبعد ذلك ينخل، تستخلص هذه النخالة. يقول فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة وتوخيت لك جميلة وصرفت عنك مجهولة إلى آخر كلام. إذن هذه أيضا أو هذا المقطع من وصية الإمام سلام الله عليه أيضا يبين أهمية هذه المسألة، ولا بد للمؤمن أن يهتم بهذا النوع من المعرفة، يعيش هذا الإنسان المعرفة والوعي والبصيرة بحقيقة هذه الحياة بقواعدها بسننها. يعني البعض أحيانا إذا عاش تصور خاطئ فإنه سوف يهدر هذا العمر الثمين، لأن التصورات والرؤى والاعتقادات هي التي تحرك الإنسان، تحرك الإنسان على ضوء ما يعتقد، على ضوء ما يرى. فإذا كانت الرؤية خاطئة فإذن عمر هذا الإنسان سوف يذهب هدرا. وهنا مسألة كذلك مهمة أذكر بها وأعرج على المصيبة، ترى شياطين الإنس والجن وأعداء هذا الإنسان يهدفون إلى هذه المسألة. إذا امتلك هذا الإنسان تصور الخاطئ عن هذه الأمور والمسائل فإنه سيكفيهم مؤنته، راح يهدر طاقاته ويهدر عمره على أساس شيء لا حقيقة له ولا واقع له. قبل أيام إذا تتذكرون استشهدنا بهذا الشاهد، إمام زين العابدين سلام الله عليه لما كان في مجلس التفت إلى رجل وخاطب ذلك الرجل: لا تطلب ما لم يخلق، فإن من طلب ما لم يخلق تقطعت نفسه ولم يدرك ما طلب. الرجل قال: وكيف يطلب ما لم يخلق؟ الإمام سلام الله عليه بيّن أنه لا تطلب الراحة في الحياة الدنيا، لأن الحياة الدنيا لم تخلق للراحة وإنما خلقت للتعب والنصب. حينما يمتلك هذا الإنسان مثل هذا التصور الخاطئ راح يبرمج حياته على أساسه، يعني راح يتحرك في الحياة من أجل الحصول على راحة الحياة الدنيا. الإمام يقول لا راحة في الدنيا، تحتاج قسط من الاستراحة، خذ حظك من هذا القسط وعاود النشاط مرة أخرى. أما أن تستسلم لهذه الفكرة الخاطئة بحيث تبرمج حياتك على أساسها ففي ذلك أشد الضرر، راح تتلف حياتك، تتلف هذا العمر الثمين من أجل شيء هو سراب لا واقع له. التصورات إذا كانت خاطئة كذلك. أيضا هناك مسألة أخرى وهي مسألة الأهداف والدوافع، هي كذلك مسألة خطيرة للغاية. شوف شياطين الإنس والجن يسعون ليلا ونهارا حتى يجعلون هذا الإنسان يهدف للوصول إلى أشياء هابطة جدا، أمور تافهة للغاية. وبالتالي هذا لما يرسم له مثل هذا الهدف الهابط، الشيطان ماذا يقول؟ يقول دعه ليتلف هذا العمر الثمين من أجل الوصول إلى هذا، فقد كفاني. أما إذا وضع هذا المؤمن لنفسه هدفا ساميا حينئذ راح يصرف هذا العمر الثمين من أجل الوصول إلى ذلك الهدف، وهذا ما لا يرتضي شياطين الإنس والجن. من هنا لابد من الالتفات لهذه المسألة، وكما قلت في بداية الحديث من أروع ما نستفيده من
حياة القاسم بن الحسن، شخصية القاسم بن الحسن سلام الله عليه، هو هذا الدرس، معرفة وفقه الحياة وامتلاك البصيرة والوعي. القاسم كان يمتلك هذا النوع من الفقه، هذا النوع من الإدراك والبصيرة، ولا عجب في ذلك، فقد تربى في حجر المعصومين، تقلب في حجر المعصومين صلوات الله وسلامه، عاش مع أبيه الحسن سلام الله عليه 3 سنوات، وعاش مع عمه الحسين 10 سنوات، وكان القاسم بمثابة الولد، بمثابة الولد للحسين سلام الله عليه، يعني بمثابة الولد النسبي، فإلا الأبوة المعنوية للحسين سلام الله عليه لكل هذه الأمة، كل هذه الأمة نحن أبناء الحسين، أبوة المعنوية، أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة. ولهذا حينما نسأل لماذا تطالبون بثأر الحسين، هل تنتمي نسبا لكم الحق في المطالبة؟ قل نعم، الحسين سلام الله عليه وأبو هذه الأمة. على كل حال، عاش القاسم سلام الله عليه في كنف عمه الحسين 10 سنين، ومحبة الحسين عليه السلام للقاسم محبة شديدة للغاية، محبة شديدة للغاية. يوم عاشوراء لما استأذن القاسم، طبعا القاسم أكثر من مرة كان يأتي لعمه الحسين يطلب الإذن بالبراز، والحسين يأبى خروجه للقتال قائلا أنت العلامة من أخي الحسين سلام الله عليه. الحسين كان يستأنس بالنظر إلى القاسم، أنه يرى صورة أخيه الحسن حينما ينظر إلى وجه القاسم فيرجعه إلى الخيمة، يرده إلى الخيمة، ويبقى القاسم متحيرا متفكرا ماذا يصنع، خصوصا حينما يسمع وهو في الخيمة يسمع النداء أين أنصارك يا أبا عبد الله، وبعدها يسمع صوت الحسين ووهعية الحسين التي تكسر القلوب، وهو ينادي ألا هل من ناصر ينصرنا، ألا هل من معين يعيننا، ألا هل من ذاب يذب عنا، ألا هل من موحد يرجو الله في إعانتنا. يسمع القاسم هذه الواعية، فكيف يستطيع الصبر؟ يأتي إلى عمه الحسين يقول بني قاسم عد إلى الخيمة، أنت العلامة من أخي الحسين. يقال أن القاسم لما رجع إلى الخيمة أسند رأسه إلى عمودها فتذكر أن أباه كتب له عوذة، ربطها العوذة مربوطة في عضد القاسم الأيمن كما يقال، رقية بمثابة الرقية، فتحها القاسم وإذا به يرى خط أبيه الحسن، بني قاسم إذا نزلتم أرض كربلاء ورأيت عمك الحسين وحيدا فريدا فلا تقصر في نصرته، فإن منعك فعاوده حتى تحظى بالسعادة الأبدية. فجاء مسرعا إلى عمه الحسين وهو فرح مسرور، قال عمّا هذه عوذة كتبها لي أبي الحسن، لما نظر إليها الحسين اغرورقت عيناه، اغرورقت عيناه بالدموع، جرت دموعه على صحن خديه،
قال أخي زينب علي بالصفط الفلاني، جاءت إليه صندوق فتح باب الصندوق استخرج قباء للحسن وعمامة للحسن، وألبس القاسم العمامة والقباء، ألبس العمامة على هيئة الأكفار. ولذلك لما خرج القاسم وأبصرن به بنات الرسالة صحن ونادينا وقاسما وشابا وحسنا، كأني بالحسين قد مضى بالقاسم نحو المعركة يستنهض فتيان بني هاشم.